جندي روسي بيستحق عن جدارة لقب بطل العالم في المسيرات. فيديو تداوله رواد مواقع التواصل على نطاق واسع لمسيرة انتحارية روسية رصدت تجمع لجنود من الجيش الأوكراني نايمين في مكان مغلق بشكل محكم، لكن ليه باب صغير ومنخفض بشكل يصعب معاه دخول مسيرة. لكن الجندي الروسي عمل مناورة صعبة جدا، وجه المسيرة عشان تنخفض لارتفاع متر واحد عن الأرض، وقدر يدخل بيها مكان استراحة الجنود الأوكران وفجرهم ودمر المكان بمسيرته الانتحارية. خلينا نشوف. فيديو مهارة الجندي الروسي ومسيرته كان مطار إعجاب رواد منصة إكس، وكان فيه عليها تعليقات. اخترنا منها أول تعليق حسن. حسن كتب وقال: يستحق جائزة أفضل جندي وأفضل مشغل انتحاري، يستحق وسام الدولة من الطبقة الأولى. ده كان رأيه. وكان في حساب آخر باسم أنس كتب وقال: من مسافة تحت الصفر. كمان حساب آخر باسم الطيب كتب وقال: راقدين ليش؟ يعني شنو تاني في ايدين؟